رسالة نتمنى من كل الإعلاميين الشرفاء الموجودين حاليا إننا ما ننسقش وراء أي شائعات ونجري عشان الخبر ناخده ونعرضه. هنتكلم على الإعلام، هنتكلم على حاجات كتير، بس أنا برضو للإخواننا في كنترول الصورة، أنا عارف إن مدينة نصر موجودة، أنا عايز مدينة نصر والتحرير، يا تحطوا الاتنين مع بعض يا بعد إذنكم نشيل مدينة نصر شوية ونجيب التحرير أو العكس. فبعد إذنكم. لا بعد إذنكم. بعد إذنكم تعليمات إزاي حضرتك؟ هو أستاذ حاتم بيقول لي إنها تعليمات، تعليمات إزاي؟ تعليمات إحنا كلنا مصريين، فبعد إذنك ممكن تطلع برضو صورة ميدان التحرير إلى جانب صورة مدينة نصر، الاتنين مصريين. الاتنين مصريين. فبعد إذنكم. بهذا الأداء الإعلامي الذي يؤثر في كل شيء. صح انا معاك في ده. انا بقول لهم يا جماعه لو سمحتوا في الكنترول ارجوكم، ممكن يعني حتى 10 ثواني مدينه نصر او 10 ثواني التحرير، ما ينفعش تكون الصوره مسلطه كلنا مصريين. او اتصل لنا بعلاء بسيوني رئيس قناه الفضائيه المصريه لكي نسال عن هذه التعليمات.